السلام عليكم اخوتي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معاكم عصير صحي لحرق الدهون، عصير الماني كيشربوه بزاف. هنايا غنحتاجو الكرافس، وراكم عارفين الفوائد ديال الكرافس والخيار والحامضه. هذا الكرافس هويا، يعني كثر الكرافس كتاخدي دوك الجذور ديالهم. دابا ما تقطعوا داك الربيع، صافي تبقى الجذور يعني باينين الجذور. مهم كرافس ها هو هي كتبي على الشكل، وخيارة حامضة وكاس الماء. ايوا غادي نقطعوا الكرافس، غادي نقطع الخيارة. الخيارة هيك بقشورها، ما غاديش نحيد القشور، الحمد لله غنحيد لها القشور وغادي نقطعهم. المهم بقاو معايا. هو قطعتو هاد الشكل. اول ما كنت جيت المانيا في الاول، ملي كنت شفت الكرافس على داك الشكل كنت نسحب الخشب. اش نقول لكم، بقاو معايا هكا قطعته. وانا صراحه غادي ندير المقدار، علاش قديت لي غنشرب. هما تيقطعوا هذا المقدار كامل وكيديروه في قرعه وكيخليوه في الثلاجه وكيشربوه. انا غنقطع داكشي اللي غنشرب اليوم وغدا ولا اليوم. مهم حاجة اللي كديري باقا طرية راه حسن. غادي نقطع دابا الخيارة حتى هي هي. دابا غنقي الحامضة، الحامضة هي نقيتها، دابا غنقطعها طريفات. هانتوما الحامضة هاكا درت ليها، وزا نقطعها طريفات حيت لا سميتو العظام. قطعت الحامضة على هاد الشكل. هو درت كلشي في الميكسر. دابا غادي نخوي داك الكاس ديال الماء، كاس ديال الماء مهم، كل معدني ولا ديال الروبيني ماشي مشكل. قطعنا كلشي صافي، غادي نزيد دابا الكاس ديال الماء. ها هو غنطحن كلشي. المهم انا درت النص، غنطحن النص، غنخلي النص، غنديرو في بلاستيكه وغنديرو في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله ثاني. وبقى هكا كل نهار نشرب شويه. واش نطحن كلشي؟ هما كيطحنوا كلشي وكيديروا في قرعه بحال هكا، حتى كتخلي الثلاجه كتبقى تشربي من هنا غدا ولا بعد. مهم غادي نتبعوا يوميا. صافي كلشي درناه في الميكسر وغنطحن كلشي. ها هو بعد ما طحنته غادي نصفيه، ندير الصفاي وغادي نصفيه. هكا الكيس نصفيه. ها نتوما هكا كيس استي صفا. المهم بغيت تعاونو هكا بشي معلقة هكا بالزربة، لاعب من الزربانين. ها نتوما بعد ما صفيتو كيجيو على هاد الشكل. وهذا اللي يعني قسمتو ها هو، غنديرو فحال البلاستيك غنديرو في التلاجة ثاني غادي نطحن. يعني كيشربوه هما في الصباح، مره في الصباح مره في العشيه. لا قدرتي تشربي في الصباح وفي العشيه ماشي مشكل، ما قدرتي شي العشيه يعني في المساء. هو درتو هنايا صافي، غادي ندير في الثلاجه. هو درتو في الثلاجه، درتو في الثلاجه كنا ناخذ شويه ونطحنو. ولا بغيتو طري عندكم دائما ولا نايض في الجردة قطعوه وصايبوه راه مزيان صافي. يعني راه مفيد للصحه قالو للجسم ول يعني للاعضاء، وما تحرق كاع الدهون كيجي على هذا الشكل. هو العصير لا سكر لا ملح هكايا. ولا
بغيتو مثال من العصائر اكتبوا لي في كومونتير. بغيتو مثلا قماش عادي كيديروا بزاف هنايا اكتبوا لي وانا معاكم. وكنتمنى لكم بقية يوم جميل وشكرا لكم.